شبان نلقاك اليوم ان شاء الله درنا دوت الخير بزيت قريبه اليوم انا ربح ان شاء الله ولا خاسرين سنه الدرام كيف الحالات الحمد لله واش تقول كيف حالات رابحين ولا خاسرين الحمد لله المهم الصحه المهم الصح الله يعطيك الصحه وانت وجه ان شاء الله ما دارت ان شاء الله ترى كناوي الربح ان شاء الله صالح البحث ولا دوت الخير احنا الحمد لله على الفلاح سبحان الله ربي ان شاء الله الله يحضر الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين هنيئا لكل الفائزين بنجاح المشاهد البكالوريا وشهاده البكالوريا التي هذه اليوم تعتبر مستقبل كل تلميذ ولهذا انا هنيئا لكل الفائزين من كل الشعب الجزائري الذي فازوا بهذا المسابقه اللي سبقت البكالوريا وهنيئا لابني زكريا سيف الدين بنجاح شهاده البكالوريا بمقبول والشكر الجزيل لكل اطارات التربيه لهذه الثانويه المكون مامون والشكر الجزيل على 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 اهتمامهم بالطلبه وهنيئا لكل جميع جابوا الباكالوريا جابوا هادوك الغزلان بالمناسبة نهنئ أبنائنا على هذه النجاحات وهذا التألق نعم نقول مبارك على الذين نجحوا الذين تأجلت فرحتهم تأجلت فرحتهم نقول لهم لن ينتهي السباق السباق موجود والعمل موجود وطلب العلم ليس له نهاية نستطيع أن نواصل نعم نستطيع أن ننجح إن تأخرت فرصة النجاح لن تتوقف بإذن الله تبارك وتعالى هنيئا للذين نجحوا اختيار موفق بالتخصصات مبارك لوالديك حقيقة من يعمل ينجح بالتوفيق دي بنت تزود بتمنى أن ينجح كيفاش تقول؟ اخويا انا قادر نولي ان شاء الله قادر نولي على فودي نتمنى ان شاء الله كاع كاع اللي فيه كاين ان شاء الله رب العالمين ويجيبوا دي موايا ملاح ان شاء الله على ما كنت أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.